مساي كفام الإذاعة الأولى في تونس. تلفزة جديدة، تلفزة شنو بش يصير فيها؟ معنا سي مروان الرتيل. مرحبا بك سي مروان. عزيمة نوفل، شنو حوالك؟ مرحبا بك، شنو حوالك؟ دونك أنت هو مؤسس بيا تي في، هذا الخبر اللي دار والقول اللي دار على الانترنت به. حكينا على مشروع التلفزة هذه، وشكون وراها، شنو معناتها، شنو الهدف منها، يعني عملنا تقديم خلينا نفهم المشروع. بيا تي في بدا اوفيسيلمون البث التجريبي نتاعها البارح. هي قناة عائلية مختصة في كل ما يهم المرأة خاصة والمجتمع بصفة عامة، باش تكون فيها برامج متنوعة، فيها جانب كبير يدور حول كل ما يهم المرأة، مجال الموضة، الجمال، التغذية، عالم الطفل والطبخ، بالطبيعة مع برامج حوارية جديدة في الشكل والمضمون. تو تكتشفوه معنا في مؤتمر صحفي قد طبيب باش يكون بيانتو، باش نكشفوا فيه البرمجة نتاعنا الكل. برمجة وكاملة. دونك نعاود نلخص، دونك بيا تي في وقتاش البث الرسمي يبدا؟ البث الرسمي باش يكون هي رونتري مكتاف في سبتمبر، اما تو بدينا البث التجريبي من البارح. باش يكون معناها برامج خفيفه في الصيف، جوز اولمبيك، كوب دوروب، برامج نسائيه خاصه فيفا، لين البرمجه الكبيره تكون في سبتمبر. الالعاب الاولمبيه وكاس اوروبا معناتها عاده هما الحاجات اللي كرهوهم من مروان. لا احنا باش ناخذوا صيف نهائي. احنا باش ناخذوا الرياضه بذيا بجانب نسائي، معناها الالعاب الاولمبيه باش نعديو، باش نعديو ليزاتليت النساء نتاعنا، باش نعديو جانب هذاك. والتو ماك تعرف الكوره ولاو يتفرجوا فيها نساء اكثر من الرجال في الديار، باش نعملوا جانب رياضي وترفيهي اوميم تو. معناها تو تكتشفوا البرنامج يكون معناها مش رياضي 100%. خليكم بيا تي في قناة باش يكونوا اللي يقدموا فيها نساء برك. هو لونجو يا نوفل اللي هو يكون يقدموا فيها نساء، ويكون المشاهد يكون راجل زاد. فما زاد ينجم يكون زاد المقدم، عندنا مقدمين رجال اما يختص بشؤون المرأة. معناها هذا هو لونجو اللي حاطينه، اما باش نكونوا باش نهتموا برشا بشؤون المرأة ومواضيع المرأة والمجتمع بصفة عامة. كيما قلت هو يعني مواضيع المرأة هي مواضيع تونس الكل في الاخر، معناتها تونس الكل تهم الرجل. هذاك علاش هذا هو لونجو. سمعت كلام النوع اللي ومانيش نتاع برامج بوز وكذا، شنو البرامج باش تكون فيها؟ باش تكون فما برامج حواريه، برامج ريبورتاجات، شنو الجري كيفاش باش تكون؟ معناتها سبيسيال ولا قناه عاديه؟ الجري باش تكتشفوها مع مدير البرمجه سينابيل نبيلي، اما احنا باش نعملوا برامج حواريه جديده في الشكل والمضمون نوفل. معناها نفس معناها باش نعملوا برامج بشكل جديد. تو في المؤتمر الصحفي نقدموا لكم على البرامج هذوما، خاطر تو نتحفظ باش نقول على النوعيه بالضبط نتاع البرامج. اما في المؤتمر باش معناها باش نقدموا، شكون اللي باش نقدموا البرامج كامله والجري كامله باش نحطوها. هل المنشطات والمنشطين باش يكونوا جدد ولا فيهم القدم وفيهم جدد؟ 70% باش يكونوا قدم معروفين، 30% وجوه نسائيه جديده، فهمتني؟ مع خذينا معناها عندنا برامج رفاهيه وعندنا احدث المسلسلات المصريه اللي هو خذيناهم باش في المؤتمر الصحفي ان شاء الله اون كومينيكي عليهم الكل. وانت تعرف نوف اللي معناها الصعوبات الماليه اللي قاعده تتعدى بالقنوات توا التلفزيون التونسيه. احنا اخترنا باش نحلوا توا بيا، باش نبعثوا بها الامل وباش نبعثوا بها ال جوستومون. تو نسالك في الاخر على المشروع، اما الندوه الصحفيه تذكرني وقتاش باش تصير، معناتها انك تكشفوا لنا البرمجه والتفاصيل في الصيف. الندوه الصحفيه باش تكون في اخر جوان، ما الدات سوغا كومينيكي بيانتو. هي اللي باش نعطيو فيها البرمجه الكل نتاع سبتمبر نتاع الصيف، نشوفوا فيها المقدمين نتاعنا وان شاء الله احنا متفائلين. دونك معناتها التلفزه ماهيش ماخذه رخصه، دونك البث من برا اما تشاهد في تونس. البث باش يكون من برا، وعمل بوت الاستوديو كل شيء باش يكونوا في الشرقيه وبيد عامله تونسيه، وباش تكون معناها البرود كلها تونسيه 100%. باش تعملوا بث من برا اما اكيد راك باش تقدموا مطلب رخصه وغيره، معناتها اكيد راك بالطبيعه الامور القانونيه الكل ليكيب الجوريديك الكل لاهي بالموضوع هذايا قاعدين مقدمين فيها بنسبه كبيره. معناها ولا نحكيو نعاود نذكر نحكيو على بيا تي في التلفزه اللي عندكم نهارين قاعدين بارتاجيو في لقويتها وتلفزه نسائيه وغيره وغيره وغيره. معنا سي مروان رتيل صاحب المشروع. اللي سي مروان معناتها في الاخر نحب نتعرف عليك، انت ماكش من ميدان الاعلامي، انت رجل اعمال، معناتها اختصاصك بعيد على الميديا قبل.
اختصاصي في مجال النقل ومجال الساعات بعيد عن الميديا، اما نتبع برشا الميديا ومجال الاعلام التونسي، عندي اصدقاء برشا في المجال الاعلام التونسي، قلت علاش لا نبعثوا الامل بتلفزه جديده في وقت صعيب، في وقت اللي تشوفوا فيه العباد الكل التلافز تعاني وكل شيء، احنا دورنا معناها دورنا ماهوش ربحي 100%، دورنا زاد توعوي ونبعثوا الامل ونبعثوا الاسبوار للناس ونعطيو معناتها تلفزه خاصه على الاقل لازم ترجع مصاريفها. معناها ما عندك برشا فلوس تحب تصرفهم، ما هو لازم تدخل زاد فلوس بعد عام وبعد عامين، يعني احنا عطينا تو نعملوا حاجه سوليد وعطينا تو نبدلوا المشهد ونعملوا حاجه اللي تفرح العائله وتفرح المراه وتفرح في دارها وتبعث البهجه للعبيد، ومن بعد كل شيء يجي بطبيعته، يعني في بعد عام وبعد عامين معناها تو يجي ربح وتو يجي كل شيء. انت كصاحب مشروع بيا تي في، شنو الحاجه اللي ترى فيها في الميديا اليوم اللي مش بشكون موجوده في تلفزتك بيا تي في، الحاجه اللي مستحيل تلقاوها في بيا تي في، الحاجه اللي مش عجبتك في الساحه الاعلاميه واللي مستحيل والله ما نحبش ننقد معناها زملائي، ما تذكرش اسماء، قلت لك الحاجه معناتها بصفه عامه. اي التليب وبيل بصفة عامة ذيك هي اللي مش بشكون في بير، معناها المستوى الهابط برشا ذيك مش نقاوة، معناها نحبها تكون معناها انت تفرج فيها مع امك مع اختك مع داركم مع كل شيء، تكون تنجم العائلة تفرج كل ما بعضها في القناة وهي تضحك وهي تفدلك وهي شيخة بالبرنامج ما غير ما تبدل. واضح يعطيك الصحة سي مروان راتيل، صاحب مشروع بيا تي في، هذا المشروع اللي دار على الانترنت، دونك تلفزة في آخر جوان باش يقدموا ندوة صحفية باش يعطيوا البرمجة 70% منشطات ومنشطين، فما منهم 70% من المعروفين باش يقدم البرمجة، باش يبدا برامج تجريبية في الصيف، ثم في سبتمبر باش تبدا البرمجة العادية، وقال موجود فيها كل شيء إلا تيليبوبيل اللي مسيطرة حسب معناتها ما قاعدين نشوفوا، إن شاء الله بالتوفيق ليه، دونك ماهيش ماخذ رخصة باش يبث من البرا ونجم ياخذ رخصه بعد حسب التقريب، ما نعرفش معناتها شنو تكون موقفها، ربي يوفقهم يعطيهم الصحه، شكرا لكم.